وجاي الامبولانس مع اطفائيه مع بوليس وشي 10 شباب كل واحد تعتعيت هيك فاتوا لعنا على البيت وبلشوا يحطوا له مكانات لامي وقلبه عم بخبط طالع نازل. نحن بالاجمال قلنا يعني خلص انتهت القصه، امي عم بتصلي انه يا عذراء ويا يسوع تلقوني برحمتكم. ف يعني نحن ملبكين كنا حدا اخذوها بالامبولانس حملوها على شو بده يحكي عنا ما بده يعني احكي ما مستحي فيي ابني. ف النتيجه انه لما حملوها لامي والمكانات انا عم بطلع على المكانات وانا خيفان يعني انه هلا امي يعني دقايق وبتنتهي القصه وبتصير عند العذراء. ف حاملينا على وفوتينا على الامبولانس. فت انا اول شيء المرضات حدنا بالامبولانس المكانات عم تخبط طالع نازل شوي، فجاه تسكت هالمكانات بيسكت كل شيء بتوقف كل شيء، نيرسر تطلع حدي تبرق بهالمكانات تشبق بالمكانات اللي ما بعرف شو بهالمكانات. سال لي امك شو بها، عم اسالها لامي شو بكي، قالت لي ما في شيء العذراء فاتت معي على الامبولانس وراق كل شيء يعني راقت المكانات. فطلعت بالنيرس انا طلعت بالنيرس قلت لها ما في شيء، امي بتقول انه العذراء فاتت مع الامبولانس. النيرس نطت من الامبولانس اللي وين هي وين هي العذراء وين هي اللي وين هي. نتيجه هيك بلشت الفكره. راحت امي على المستشفى فحصوا كل شيء ما عرفوا شو القصه، كل شيء راق معها، يمكن كانت بدايه للعذراء تعطينا هل انه بدها شيء منا. لما جينا لهون بلش الشغل انا وامي والوالد لحتى نقدر نظبط هالمحل هذا تقدمه منا لاهل الضيعه كلها وللكنيسه السريانيه ومشكورين.